السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك، طيب الله أهل. لسانك وطيب الله قلبك وقولك. تفضل وإياك يا رب. شيخنا أنا كنت حاج في خدمة الحجاب وحكيت، الله يجزيك خير. تقبل الله منا ومنكم. آمين يا رب. فالمفروض إن أنا ما كنتش متعجل، لكن طلعت الأمر ضروري يوم 12 لخدمة الحجاج ورجعت تاني قبل الشروق قبل الغروب. طيب هل علي شيء؟ ليس عليك شيء.